السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بصحه جيده. اليوم بحول الله البنات غادي ندير معكم واحد المنيويات ديال الخليع اللي كنت ديجا صاوبت معكم. خليع الدار كيجيو هائلين البنات للكوتي ولا الفطور. نتمنى ان شاء الله تعجبكم هاد لا فيديو. هادي المنيويات ديالنا كيجيو هكذايا، انتما كتشوفوا مورقين وبالخليع كيعطوهم واحد المذاق ما نقولكمش البنات. قبل ما ندوز لا فيديو ان شاء الله غادي نقول لكم كنتمنى للجميع التوفيق ان شاء الله، ونتمنى ان شاء الله يعني المشتركين ديالي يكونوا يبقاو اوفياء عندي في القناه ويتابعوا القناه ديالي باش تشجعوها وباش يوصلكم جديد من عندي دائما ان شاء الله. وكنقول لكم نهاركم مبروك وندوزوا الفيديو. كما قلت لكم البنات باش نصاوبوا هاد المنيويات بالخليع ان شاء الله غادي نحتاج عندي هنايا زلافه عامره ديال الدقيق، وعندي زلافه ما تكونش عامره بزاف ديال الفينو اولا ما كنسميوه السميد الرقيق، وغادي نحتاج واحد معلقه صغيره ديال السكر، نص معلقه صغيره ديال الخميره الفوريه، وغنحتاج نص معلقه ديال الملح. بيان سور غادي نحتاجو الخليع اللي هنايا قطعته، وهنايا خليت لي الدم ديالو غادي نحتاجو ان شاء الله، وغادي نحتاجو الزيت بيان سور باش نطلقو المنوي ديالنا، وغنحتاج الماء دافي. غندوزو ان شاء الله دابا نعجنو المنوي ديالنا، نديرو الطحين دقيق، كنديرو هداك فينو او السميد الرقيق، عندي السكر الملح الخميرة، ونجمع هادشي بالماء. كيبغي شوية ندلكوه هاد النلوي هذا البنات باش كتولينا باش كتطلقلنا العجينة مزيان، كينجح لينا النلوي ديالنا. كيف ما كتشوفوا البنات كندلكو شويه العجينه ديالتنا بهذه الطريقه، الملوي كيبغي شويه دليك. غادي ندلكها واحد 5 دقائق نرجع معكم ان شاء الله. هانتوما البنات العجينه ديالتي دهنتها واحد 5 دقائق، عطيوها واحد 5 دقائق هكذا. غادي ندهنها دابا بشويه ديال الزيت، وغادي نخليها ترتاح لي واحد 5 مينوت 5 دقائق. نخليو العجينه ديالنا ترتاح، نعاودو نرجعو باش نكملو ان شاء الله. بعد ما خلينا العجينه ديالتنا خمرات ارتاحت واحد 5 دقائق، دابا غادي نصاوبو الكويرات ديالنا البنات. غادي نحطوهم شي بلاطو، هانتوما البنات دونك كنخليو الكويرات كندهنوهم بالزيت، وغادي نخليوهم يرتاحوا لينا واحد 5 دقائق ولا 10 دقائق، المهم على حساب الوقت اللي عندكم، ونعاودو نرجعو باش نكملو المنيويات ديالنا اولا مسمنات بالخليع ان شاء الله. البنات بعد ما خلينا الخبيزات ديالنا يرتاحوا لينا
غادي نحاولوا نطلقوهم، ندير لهم شويه الزيت باش كيطلقوا لنا مزيان. بعد ما طلقنا الكويره ديالنا البنات كتشوفوا هكذا، غادي ندير لها شويه ديال اليدان ديال الخليع، ومن بعد كنطبقوا انا الخليع ملويات الخليع البنات، ما كنديرش فيهم لا بصله لا والو، كنخلي الخليع مع داق الخليع. كيجيو هائلين البنات، متأكدة راكم جربتوهم. من بعد البنات كندردرو شوية ديال الفينو، وغادي نطويو الميه ديالنا شويه د الفينو، نعاودو نطويو شويه د الدان او فينو، ونعاودو نطويو وغادي نحطوهم هنا. فوالا البنات كنكملو الكويرات ديالنا، كنطبخوهم بالزيت كما العادة، كنمشيو ديما من الوسط للجناب باش كنطلقو المليويات ديالنا من الوسط للجناب. هادي كنقولها للمبتدئات، ما شاء الله دابا كلشي كيعرف يدير المندوي مسمن. من بعد ما طلقناها كان ما كما قلت لكم كنديروا لها شويه ديال اليدان د الخليع، ونديروا الخليع ديالنا نديرو شويه ديال الفينو، كنطويو شويه ديال الدان ديال الخليع الفينو، الفينو اللي كنديرو هكذا هي باش كيعطينا داك التوراق، ونطوي المسمنات ديالنا وغادي نحطيهم على جانب. فوالا غادي نكمل التوراق ديال المسمن ديالي البنات، نعاودو نرجعو ان شاء الله. دابا البنات غادي نطيبو المنيويات ديالنا ان شاء الله، نقوم شوية هكذا درتهم صغيرين ها سميو كيعجبوني هكا صغيرين. كنطلقوهم غير شويه باش ما كان كيخرج ليناش هذاك الخليع. واحد شويه ديال الزيت في المقله
الملوي باش كيجي مورق البنات ما كنخليوش حتى كيتحمر لينا دغيا من تحت، غير كنشوفوه دار شويه دوك الفقاعات كنقلبوه باش كيجينا الملوي ديالنا خاوي من الداخل. ثم البنات كنطيبو الملوي ديالنا على عافيه مهيله باش كيطيب لينا من الداخل. الملوية ديالنا طابت نحيدوها وغادي نعاودو حتى كنكملو الملوية ديالنا البنات. كنبقاو نقلبو الملوية ديالنا البنات حتى كيطيبو لينا.